يعني إلى الآن موهبة فعلياً. إحنا لما نحكي عن المواهب الأردنية ودعم دائماً المواهب الأردنية سواء كانت بأعمار صغيرة أو حتى أكبر، واليوم عم نشوف الفن قديه مهم وقديه اليوم يمكن حلقتنا سلطنا فيها الضوء بشكل كثير كبير على الناحية الفنية. معنا غزل المدحة وهي طفلة موهوبة بالتمثيل المسرح، واليوم رح تعرف عليها أكثر عن قرب ومشاركاتها في المسلسلات اللي مثلت فيها، بالإضافة لحبها للكتابة وقراءة الشعر وغيره. اليوم رح يكون معنا غزل مدادحة. صباح الخير غزل وأهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم. صباح. يوم جميل، يوم كله تفاؤل. شكرا لاستضافتكم لي وكثير مبسوطه اني اشوفكم. اهلا وسهلا فيكي غزل. ويمكن يعني الاشياء اللي حضرنا لك اياها بتحكي عن تاريخ من الخبرات. يعني انت صحيح عمرك 14 سنه، لكن نحكي ضعف عمرك، انت من عمرك 7 سنين بلشتي بموهبتك بالتمثيل والمسرح ومشاركاتك. خلينا بالاول نرجع للسبع سنين، لما الطفل يكون عمره 7 سنين بحاجه انه حد يكتشف هذه الموهبه. خلينا نشوف مين اكتشف موهبتك وكيف بلشتي. اولا كانت ماما وبابا يعني منتبهين علي اني بحب التمثيل وهيك، لدرجه انه انا صغيره كنت احكي بدي اكسر التلفزيون وادخل جواته، ما كنت اعرف انه في كاميرات وفي على المواضيع واخراج وهيك. اول مسلسل لي كان شيء من الماضي، كان مع المخرج عصام الحجاوي. كنت مبسوطه كثير اني دخلت بمجال الفن ومجال التمثيل، وغير هيك كمان إلي مسرحيات. نعم. حلو كثير. يمكن بعض المسلسلات اللي أنا كانت موجودة عندي وقرأت عنها، نوف، مسلسل نوف، مسلسل شيء من الماضي، مسلسل نشميات من البادية، هذا المسلسل مش الأخير. إيش كان آخر مسلسل مثلتي؟ مسلسل إنسانيات أمال. إنسانيات. نعم. أمال كان آخر مسلسل لنا. هذا اللي عم نشوفه الآن إيش؟ نسميات من البادية. نسميات. نعم. من البادية عم نشوف الآن مع بعض. إنسانيات من الأمال أخذ المركز الأول. نعم. على مستوى التمثيل بالجزائر. نعم. طيب غزل، يعني التمثيل مش سهل، بياخد كتير وقت وبياخد كتير مجهود، كيف بتنسقي بين دراستك والتمثيل؟ هلا الدراسة إلها أولويات طبعا. عندي الدراسة بحط يعني وقت معين. يعني أنا عارفة أدبر الوقت، يعني بحط وقت معين للدراسة ووقت يعني بعبي فراغي بالتمثيل والكتابة الشعر والإلقاء. كيف بدايتك مع الشعر كمان؟ يعني هذا كمان بيساعدك في حفظ النصوص ونصوص المسلسلات والمسرحيات. بدايتك مع الشعر كيف كانت؟ بدايتي من أنا تقريبا عمري 5 سنين. يعني كان متنفس إلي. تنفس يعني تفاؤل كله حب وهيك. عدد من الشعراء بيحكوا أنه متنفس الهروب من الواقع. صحيح. طبعا. شو نوع الشعر بتكتبيه؟ انا بكتب حر. حر. بكتبي شعر. طيب غزل، يعني انت كثير بلشتي صغيره، ويمكن اليوم في كثير اطفال عم بسمعونا وعم بحضرونا، احنا بالعطله الصيفيه، ويمكن حابين وحاسين انهم عم بتشجع لما بيشوفوا انه بنقدر نبلش من احنا صغار. شو بتطلب من الطفل الصغير اليوم انه يكون جاهز ليدخل لهذا العالم؟ شو الاشياء اللي اشتغلتيها على حالك او حسيتي حالك انك من انت صغيره عم تشتغليها عشان عن جد يكون لك تاريخ بهذا المجال؟ هلا الواحد اذا كان عنده موهبه لازم الاهل يطوروها، يدعموه، يحاولوا يكتشفوه، حتى طفل يستمتع بموهبته. يعني تطورها. حلو كثير. وهذا الإشي مهم من الأهل، ويمكن أهلك دعموك في البداية، وشفنا يمكن ومن خلال كلامك الآن بأنه كانوا واقفين معك واكتشفوك. اليوم إحنا بنحكي عن بعد المسلسلات، كم مسلسل حكيتي لي؟ 12 مسلسل. 12 مسلسل. كم مسرحية؟ لي مسرحيات كثيرة. كثير مسرحيات. مشاركتك مثلا بالمدرسة دائما بيكون في أولوية مثلا أنه إليك في المسرح، إذا كان إلقاء الشعر، احكي لي كيف دعم المدرسة كمان؟ متوسط هو، مش كتير يعني بالمدارس، خصوصا عندنا المدرسة الحكومية. بس يعني
بشارك كثير بمشاركات الوطنية، فعاليات الوطنية ومبادرات. حلو. كان لنا كثير مبادرات، ورح أعلن كمان عن مبادرتي لسه تحت الإنشاء. حلو كثير. رح تكون للدول اللي فيها حروب وأطفال السرطان. نعم. هاي من يعني من حسابنا الشخصي. رح تكون مع تحت إدارة عبد الناصر عبد القوي. وأنا كتير مبسوطة إني بقدر أسوي هيك إشي. حلو. غزل بصراحة يعني يمكن لأنك مبلشة من عمر صغير حتى شخصيتك مختلفة. يعني هيك بآخر اللقاء احكي لنا شو استفدتي من الدخول لعالم العمل والتمثيل، وإنه عليكي مسؤولية وعليكي أشياء بدك تصوريها وتخلصيها ونصوص بدك تحفظيها. شو خلى شخصيتك تتغير؟ يعني أنت لما تقعدي مع ناس من جيلك شو الفرق اللي بتحسي بينك وبينهم؟ ما في فرق كبير، لأنه أنا عايش بكل الأعمار. الله عليك. عايش بكل الأعمار، يعني بتعامل مع الكبار بتعامل مع الصغار، وبحب خلاص بعيش بكل الأعمار. الله عليك. برافو عليك. هذا الشيء كثير حلو فعلا، وإحنا فخورين فيك. شكرا. إن شاء الله بنشوفك بأعمال أكبر لقدام، بتوصل يعني بالوطن العربي بشكل هيك أكبر من المحلي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طبعا أمنيتي. تفضلي طبعا. أمنيتي إني أقابل جلالة الملك والملكة رانيا، وإني أشوفهم صراحة، لأني كتير يعني أمنيتي من أنا وصغيرة إن شاء الله إني ألتقي فيهم، وأتمنى إني أوصل مركز إني أقدر أساعد كل الأطفال اللي عندهم مواهب حتى نطورهم. الله عليك. فخورين فيك غزل، وإن شاء الله يا رب تقدري تحققي كل الأشياء اللي بتتمنيها. شكرا.